زي ما انت شايف في الفرحة الجميلة والاحتفالية الجميلة اللي احنا فرحانين، احنا شغالين النهارده بتاع 3 شهور في رمضان وغير رمضان وفي الحر وكلام من كده، وكله تيم مصري بقيادة أثريين من تفتيش آثار القرنة والمشرف الحفاري الدكتور مصطفى وزير، ما انت عارف تعليمات معالي الوزير. زي ما انت شايف شغلنا، وزي ما انت شايف الاوبجيت والحاجات الحلوه اللي انت شايفها في البترين اللي طلعت والمقبره والنيش اللي جوه والكلام من ده في الحفاره المصريه. صح الناس بيقول لك في رمضان والجو حر والشمس وكلام من كده، لا انا قاعد في جنه عشان احنا تيم واحد مصري، وفي هذا الوقت الوقت اللي احنا فيه لازم اي مصري بيحب مصر ها يشتغل ويشتغل بضمير وهينجح. وفعلا الحمد لله نجحنا زي ما انت شايف لك شفت الحاجات زي كده. المقبره تاريخها يعود ايه؟ تاريخ اني اخلي التخصص لصاحب التخصص التاريخي يكلمه الاثري الدكتور مصطفى الوزيري، اكلمك على الحفاير على العمال على الشغل اللي اشتغلناه، انزلنا الابيار ازاي، حفرنا ازاي، عملنا ازاي، الكلام من كده. ما خد بالك تيم مصري كله مصري وعمال مصريين والاثريين، ما خد بال حضرتك ها حاجه تفرح القلب، لان من زمان كانت في حفاير مصريه بين 500 و400 عامل. ما خد بال حضرتك احنا لنا فتره ما اشتغلناش حفاير مصريه، اشتغلنا دلوقتي وبعد التعب راحة زي ما انت شايف في الفرحة في الإعلاميين اللي احنا الشغل اللي احنا اشتغلناه في 3 شهور.